السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة قبل ما نتكلم على الفيديو ده، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ده لمئة ألف لايك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير إن شاء الله. بنقدم لكم كل تفاصيل عن صفقات نادي الزمالك هذا الموسم. الموسم الجديد ان شاء الله فيه اضافات كويسة وفي صفقات هنتكلم عليها دلوقتي بالنسبة لنادي الزمالك. النهاردة هنتكلم على صفقات الزمالك واللعيبة اللي هترحل عن نادي الزمالك هذا الموسم او اخر نهاية الموسم. ان شاء الله عندنا مفاجأة من اللعيبة الجديدة زي وليد الكارتي. وليد الكارتي لاعب المغربي ولاعب نادي الرجاء البيضاوي. وليد عنده 26 سنة، من مواليد 1994، لعيب بيلعب في وسط الملعب المهاجم، من اللعيبة المهمة في الملعب. و وليد الكارتي لاعب الرجاء البيضاوي، ان شاء الله تكون صفقة ايجابية كويسة. اما عن الصفقة التانية وهي وليد ازارو. وليد ازارو يا جماعة لاعب النادي الاهلي السابق وحاليا بيلعب في نادي الاتفاق السعودي. الاتفاق السعودي طبعا وليد عنده او من مواليد 11/1/1995، يعني عنده 26 سنة. وليد أزارو في مركز المهاجم اللي دايما لعيب هداف، لعيب كبير، لعيب سريع، إيجابي على الجون، يعرف يجيب جون، يعرف يخدم على زمايله، بيعرف إزاي ينزل من نص الملعب يلف وياخد ويروح بسرعته. طبعا وليد أزارو طبعا غني عن التعريف، وهو سعيد بالانضمام لنادي الزمالك. اما الصفقة الرابعة وهو المفاجأة اللي بنتكلم عليها، ودايما جمهور نادي الزمالك كان عايز يعرف ايه هي او مين هو اللاعب اللي هنتفاجئ بيه هذا الموسم، وهو اللاعب المهاري اللي بيقلب الموازين في كل مباراة بالنسبة للاستفادة اللي هتكون لنادي الزمالك، هو اللاعب صالح جمعة. صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا. صالح من مواليد 1/8، مواليد 93، عنده 27 سنة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين اللي صالح جمعة من اللعيبة المهمة جدا، إذا كان في سيراميكا ولا كان قبل كده لاعب النادي الأهلي سابقا ولا كان قبل كده كان لاعب إنبي. وطبعا صالح من ساعة ما كان بيلعب إذا كان في نادي الأهلي أو في إنبي كان لعيب ليه شأن كبير ولعيب مهم، ويقدر اللعيبة كلها تخدم عليه وهو يقدر يخدم على معظم الفرقة في الحتة الهجومية، وهو طبعا من اللعيبة الكبيرة واللعيب اللي بينزل يقلب موازين إذا كان على دكة البدلاء أو إذا كان لما بيكون بادئ ماتش بينزل يقلب الموازين زي ما بنقول كابتن صالح جمعة. اما الصفقة الخامسة وهي الصفقة ابن النادي وعودة حميدة لابن النادي، محمد ابراهيم لاعب سيراميكا الموسم الحالي. وهو طبعا زي ما حضراتكم عارفين محمد ابراهيم من اللعيبة الكبيرة، من اللعيبة المهمة، من اللعيبة المهارية اللي دايما برضو بتحب تكون افادي او زي ما بيقولوا مهاري وزي ما بتقولوا هداف، وعنده الحتة الهجومية كويسة جدا، بيقدر يعدي، يقدر يخدم على الناس، يقدر ياخد من قلب نص الملعب زي ما بقول لحضراتكم، ويروح وهو يعمل كل حاجة في الكرة زي ما هو عايز. محمد ابراهيم، محمد ابراهيم يا جماعة من المواليد 1/3، مواليد 92، يعني عنده 29 سنة. طبعا محمد ابراهيم اضافة قوية، وطبعا احنا او نادي الزمالك كله برحب بيه مرة تانية. وطبعا
دي الخمس صفقات اللي بنتكلم عليها النهارده، وطبعا هنحب نقول لحضراتكم عن اللعيبه اللي هترحل عن هذا الموسم، وطبعا اللي هترحل عن نادي الزمالك هذا الموسم او نهايه الموسم، اللي طبعا هيرحل رحل فرجاني ساسي الى نادي الدحيل القطري، وطبعا عندنا محمود عبد العزيز ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري حتى الان الاربعه دول. وطبعا سيف الدين الجزيري كان اعاره من نادي المقاولين العرب زي ما حضراتكم عارفين، وطبعا لسه على سبيل الاعاره ولسه مش عارفين ايه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع سيف الدين الجزيري. وطبعا باتريس كارترون هو مقتنع كويس جدا بسيف الدين الجزيري، وطبعا دي ادي اللعيبه اللي هترحل عن نادي الزمالك هذا الموسم او على نهايه الموسم. وطبعا كل التوفيق للصفقات الجديده لنادي الزمالك، وان شاء الله تكون صفقات مهمه وصفقات مفيده ان شاء الله، وتكون اضافه لنادي الزمالك. طبعا ده كان تحليلنا النهارده عن صفقات نادي الزمالك. تنتظرونا دايما على كل جديد على سبورتنج من معادي مع لايف جديد. بشكركم والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.